طلعنا نكب الزبالة وإن الجو حلو. شوف ما أحلى الجو، درجة الحرارة 6، عمان مطر ضباب طبعا، بالجبال ثلج. اليوم تاريخ مميز، لمحاربة النفس الأمارة بالسوء. 3/3/2024 قلنا أكبر وأعظم مشروع وفرح ونجاح وانتصار وأكبر نصر وأكبر استثمار وأكبر نعمة وأول وأحلى وأجمل وأعظم وأبهى وآخر وأول أولوية، إنه إحنا نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. قلب نبيل نية طاهرة. يا ابن الروح في أول القول املأ قلبا جيدا حسنا منيرا لتملك ملكا دائما باقيا أزلا قديما. في نفس الوقت تفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حبيبنا، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت نيتنا كويسة هدفنا نبيل، حتى لو كانت أعمالنا مش كويسة عم نحاول. اللهم استعان، اللهم استغاث. نتذكر الآيات الحلوة اللي في القرآن الكريم وفي كل الكتب السماوية، إن الذين آمنوا وعملوا صالحا فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بين الزبالة، اللهم استعان. نتذكر كمان إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين. قدر الإمكان نتطهر، نطهر كل شيء، أهم شيء تطهر القلب. نتميز بكل شيء، أهم شيء التميز بالقلب. ننظف كل شيء، أهم شيء نظافة القلب. نكون كويسين بكل شيء، أهم شيء نكون كويسين بالقلب. ونحسن للناس. إحسان قلنا دعاء، إحسان أنواع، إحسان بالدعاء، إحسان بالوقت، إحسان بالصبر، إحسان للناس اللي بنحبهم، إحسان للناس اللي ما بنحبهم كمان كويس لما إحنا ما نسبهم أو نقول الله يسامحهم الله يهديهم، هي إحسان. فأنواع الإحسان كتير، أنواع الصبر كتير، الصبر على الطاعات، الصبر على الأوضاع الصعبة. والتقوى أنواع كمان، أكرمكم عند الله أتقاكم، نكون من المتقين، من اللي نتغلب على شهواتنا. مش كل شيء حلو ناخده، بيبسي، سكر، حلويات، شيشة، دخان، مش عارف إيش، مكسرات، مسكرات، كل شيء حلو لازم إحنا نتمسك أو نمسك شهواتنا قدر الإمكان، نحافظ توازن حلو. فأكرمكم عند الله أتقاكم. تقوى درجات وأنواع، وإن التطهر والصبر والإحسان. هنقرأ دعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض ولترقي أرواح كل الناس اللي راحوا، أولهم والدي محمد مهدي يكسر، لكل الناس طبعا، كل الناس بما فيهم البلدين المسيحيين، كل الناس. قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور العظمة فشدني على صراطك يا رجائي، وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي، وبأرياح الصمدية فبهجني يا آخري، وبنغمات الأزلية فسرحني يا مؤنسي، وبغناء طلعتك القديمة نجني عن دونك يا سيدي، وبظهور كنيتك الدائمة بشرني يا ظاهر فوق ظاهري والباطن دون باطني.